بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد رافع السماء بلا عمد وباسط الأرض على ماء جمد، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على ملاذ الورى وشفيع الأنام سيدنا ومولانا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. اللهم صل على سيدنا محمد السابق للخلق نوره ورحمة للعالمين ظهوره، عدد من مضى من خلقك ومن بقي ومن سعد منهم ومن شقي، صلاة تستغرق العد وتحيط بالحد، صلاة لا غاية لها ولا منتهى ولا انقضاء، صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين. أولا أبدأ بالشكر، وقال صلى الله عليه وسلم: من أسدى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تستطيعوا فادعوا له. والشكر دعاء، فأتقدم بالشكر الجزيل لمؤسسة محمد السادس وعلى رأسها الشريف الجليل سيدي يوسف البقالي وكل من يحوم في فلكه من كان سبب في هذا الجمع المبارك. أشكرهم على هذه المبادرة القيمة وعلى كل ما ظنوه في شخصي المتواضع، وإن لم أكن في هذا المستوى لأن ظنهم أعلى بكثير مما أنا فيه. وأستحضر قصة بسيطة أبدأ بها، هي قصة وقعت لجدي الشيخ مولاي التهامي الوزاني حين أتاه بعض الأصحاب من مدينة فاس فأثنوا عليه كثيرا وعلى فضله وعلى كرمه وعلى معارفه، فتوجه إلى مولاه وقال في أبيات جميلة: يظنون بي خيرا وما بي من خير، ولكنني عبد ظلوم كما تدري، سترت عيوبي كلها عن عيونهم وألبستني ثوبا جميلا من الستر، فصاروا يحبونني وما أنا بالذي يحب، ولكن شبهوني بالغير، فلا تفضحني يوم القيامة بينهم وكل يا مولاي عند الحشر. فأزيد عنها كلمات أخرى أتبرأ بها من نفسي وأقول: اللهم اجعلني خيرا ممن يظنون، ولا تواخذني بما يقولون، واغفر لي ما لا يعلمون يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. لما اتصل بي الإخوة مشكورين لهذه المحاضرة قلت في نفسي: أتكلم عن التصوف والمجتمع، كيف سأبدأ هذه المحاضرة وما هي المقاربة؟ فقلت: المجتمع وهدف التصوف وروحه وهدفه الأسمى وأساسه هو الفرد، هو الإنسان، هو أساس الصلاح وهو أساس الفساد. إن صلح صلح المجتمع كله، وإن فسد فسد ولله العياذ بالله كل المجتمع. فقلت: أتكلم عن الأخلاق، لأن اليوم نحن نعلم الإنسان الحمد لله المؤمن ولد على الفطرة، ولكن المؤثرات الخارجية قد تحدو به وتنحرف به عن المسار الصحيح. فإذا الانتظارات الحقيقية والتساؤلات الأساس هي هذه النفس وهي هذه الأخلاق، كيف يمكن أن نمتنها من هذا الإنسان ونساهم في إصلاحه حتى يسمو ويصلح لهذا المجتمع المثالي الذي نسمو إليه جميعا، والذي يقول فيه المولى سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فهذه هي الأمة التي نريد أن نحققها، أن نسمو بها حتى نكون عند هذا المستوى وهذا حسن الظن الذي نريده إن شاء الله. ولكن هذه الأخلاق التي نتكلم عليها اليوم
والذي أهل التصوف وأرباب التصوف يحون لنا بها ويحفزون عننا عليها، من أين أتت؟ ما هو أصلها؟ من علمنا إياها؟ ومن علمهم إياها؟ وأهل هذا التصوف كيف حالهم؟ هل هم على الطريق الصحيح؟ هل يستقون مبادئهم من الكتاب والسنة؟ وما هو رأي السلف الصالح في أهل التصوف وفي طريقتهم؟ هل هو رأي إيجابي يلحون عليه ويأمرون الناس باتباعه، أم هو رأي سلبي ينفرون الناس عن هذا الطريق ويحيدون بهم عنه؟ ثم قلت كما يقول الفرنسيون pousser le bouchon un peu plus loin. هناك طائفة أو مذهب فكري إيديولوجي هو نوعا ما متشدد في أفكاره، وهم الذين يطلقون على أنفسهم السلفية. فيهم ناس معتدلين وفيهم ناس منصفين. ما هو رأي هؤلاء المنصفين في أهل التصوف وفي طريقهم وفي مبادئهم وفي أعمالهم؟ قلت هذه أسئلة أساسية، إن أجبنا عنها سنساهم في إغناء هذا الموضوع، أي التصوف والمجتمع. ما هو أصل هذه الأخلاق؟ من علمنا إياها؟ إذا بحثنا نجد أن منطلقها هو مربي الأمة، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي ربى صحابته الكرام على هذه القيم السامية، على هذه الأخلاق الفاضلة. ولنا في سنته ولنا في سيرته الأمثلة العديدة، في حلمه، في محبته، في تواضعه، في انفتاحه، في إيثار الآخر على نفسه صلى الله عليه وسلم. نذكر قصة الأعرابي الذي كان قريب العهد بالإسلام، وكان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا أخذته الحاجة للتبول، فقام إلى أحد أركان المسجد ورفع ثوبه وبدأ يتبول، فقامت القائمة: من يزجره؟ من ينهره؟ من يريد ضرب عنقه؟ ولكن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، رسول الرحمة الذي أثنى عليه الحق سبحانه في محكم كتابه وقال له: وإنك لعلى خلق عظيم. والذي شهدت فيه زوجه السيد عائشة حين سئلت عن أخلاقه فقالت: كان خلقه القرآن، يطلب منهم أن يتركوه، اتركوه لما يتم بوله. وعلماء الطب يعلمون أن الإنسان لا يتملك، لا يمكن أن يقطع بوله، لأن هذه من الأشياء التي لا نتحكم فيها، وإلا سيترتب عليها أمراض عضوية. فلما أتم بوله أمره بالجلوس وخاطبه بلطف وبيسر وبحنان وقال له: يا أخ العرب، إن هذا بيت الله لا يصلح للنجاسة وللقدرات، ولكن هو بيت للعبادة وللصلاة ولذكر الله. فاعترف الرجل أنه لم يكن على علم، فقال: إنما رأيته صعيدا، لأن المسجد النبوي آنذاك كان من الرمل، لم يكن فيه رخام أو أي شيء، فكان صعيد. قال: فرأيته صعيدا فظننت أنه يجوز. ولما أخذته هذه الرحمة وشملته هذه العناية النبوية، رفع يديه وقال: اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا أحدا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم نبهه ثانيا وقال: يا أخ العرب،
لقد حجرت واسعا، أي لقد ضيقت واسعا، والواسع هو رحمة الله التي قال سبحانه وتعالى ورحمتي وسعت كل شيء، قال إن رحمة الله تسعني وتسعك وتسع كل الناس. هذه من مظاهر الأخلاق السامية التي ربى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها صحابته. الشاب الذي يدخل للمسجد ويأتي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول له يا رسول الله جئت أستأذنك في الزنا، قال لي أحد كبار علماءنا رحمه الله والشيخ سيدي محمد علوي المالكي رحمه الله لما حكى لي هذه القصة قال بالله عليك لو كان شاب اليوم وضع مثل هذا السؤال على أصحابنا أي علماء الوقت أصحاب الشكل المتعارف، قال بالله عليك كيف سيكون رد فعلهم؟ سيسفهوه، سيبدعوه، سينهروه، ربما سيكفروه. ولكن رسول الرحمة تعامل بالرحمة التي كانت هي أساسه، فقال له اجلس، هل تؤمن بالله وبرسوله؟ قال نعم يا رسول الله، وما أتيتك إلا لأنني أؤمن بالله وأؤمن بك. فقال له ما قلته؟ هل ترضى أن يفعل بأمك؟ قال لا يا رسول الله والله لا أرضاه. قال هل ترضى أن يفعل بأختك؟ قال لا والله يا رسول الله لن أرضاه. قال هل ترضى أن يفعل بخالتك وبعمتك؟ أي عدد له محارمه. فانتفض الرجل وقال لا لن أرضاه. قال ولكن إذا لم ترضاه لأهلك فكيف ترضاه لأم أحد آخر وأخت أحد آخر وعمة أحد آخر؟ فقام الشاب وهو متغير الملامح، قد غير فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الهمة، وخرج مطمئنا. العجوز التي أتت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت له يا رسول الله هل تدخل العجوز الجنة؟ فقال لها صلى الله عليه وسلم لا تدخل العجوز الجنة، ليس في الجنة عجوز. فبكيت المرأة حسرة، فضحك صلى الله عليه وسلم وقال لها إنما لا تكوني على حالك هكذا في الجنة، بل تكوني على حال شبابك. حتى في بسطه وضحكه كانت رحمة وكانت رأفة. هذه أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم التي بتها في صحابته الكرام، ورثها عنه الصحابة الكرام. وقد نجد في قصص الصحابة كثير من الأشياء، ولكن لن أذكرها كلها لأن لنفتح المجال للحوار وللنقاش، فسأكتفي بسرد بعض الأمثلة. سيدنا أويس القرني رضي الله عنه وأرضاه مرة رماه بعض الشباب بحجارة، فخاطبهم بحلم ورحمة وقال لهم إن كان ولا بد أن ترموني بالحجر فارموني بحجر صغير لكي لا تدمى قدماي فأحرم من الصلاة. سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه أتاه رجل وقال له يا ابن الخطاب والله ما تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل. فتار ابتداء سيدنا عمر وغضب لهذا القول، ولكن كان معه الحر بن القيس وذكره قال له يا أمير المؤمنين ألا تعلم أن الله سبحانه وتعالى حينما خاطب رسوله الكريم قال له خذ العفو وأمر بالمعروف وأعرض عن الجاهلين، وهذا الرجل من الجاهلين فلا تواخذه بما قال. فأعرض عنه رضي الله عنه وتمم طريقه. رجل شتم سيدنا عبد الله بن العباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له فقال سيدنا عبد الله بن عباس لعكرمة يا عكرمة انظر هل للرجل حاجة فنقضيها له. فلما سمع هذا الكلام ذلك الرجل استحيا ونكس رأسه وانصرف. رجل شتم عدي بن حاتم وهو ساكت فتركه حتى فرغ من مقالته وقال له إن كان بقي عندك شيء فقله قبل أن يأتي الشباب، فإذا سمعوا أنك تشتم سيدهم ربما تعاملوا معك بعنف. سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه
دخل ليلة للمسجد وكان فيه ظلمة، وكان رجل نائم في المسجد فلم يره للظلمة، ف يعني دفعه برجليه، فقام الرجل وقال له: أأنت مجنون؟ قال: لا. فأخذ أصحاب سيد عمر بن عبد العزيز يشتمون الرجل، قال لهم: لماذا تشتموه؟ لقد سألني سؤال، أأنت مجنون؟ قلت لا، وانتهى الأمر. والأمثلة كثيرة عن حلمي ورفقي وتواضعي وسمو أخلاقي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا الحسن البصري، وأنتم تعلمون وهو من سيد الصوفية وكبار الصوفية، وهو كما يقال ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم بن الرضاعة، حيث أنه رضع في أم المؤمنين أم سلمة. أتاه العبيد وهو آنذاك سيد البصرة وخطيبها وعالمها ومفتيها، وقالوا له: يا إمام، أخطب في الناس أن يعتقوا رقابنا. فأتوه في الجمعة الأولى فلم يخطب في الناس بهذا الأمر، ثم أتوا في الجمعة الثانية فلم يفعل، حتى الجمعة الثالثة فأقام خطبة رائعة ذكرهم بالعتق وذكرهم بالخير وبالفضل الكبير الذي ربما ينالونه عندما يعتق رقاب هؤلاء العبيد. فخرج الناس من المسجد يعتقون رقاب كل عبيدهم. بعد العصر أتى العبيد إلى الحسن البصري يعاتبونه: لماذا انتظر 3 أسابيع قبل أن يخطب؟ قالوا: لقد زدت في عذابنا 3 أسابيع، لماذا لم تفعل في الجمعة الأولى؟ فقال رضي الله عنه وأرضاه: لم يكن عندي عبد لأعتقه، ولم يكن عندي مال لأشتري به عبدا فأعتق رقبته، فانتظرت حتى يسر الله لي بعض المال فاشتريت عبدا وأعتقت رقبته ثم أتيت أخطب. لأن هؤلاء الناس كانوا يبدأون بأنفسهم قبل أن يلزموا الآخر. هكذا كانت نظرة هؤلاء الناس، نظرة إصلاح، نظرة بناء، وليست نظرة هدم وإسقاط. مولاي عبد الله الشريف دفين وزان لما أتى عند شيخه سيدي علي بن أحمد دفين صرصر ليأخذ عنه، جعله في بستان له وقال له: اعتني بهذا البستان. وذات يوم أتى مع بعض أصحابه وقال له: يا مولاي الشريف، اتنا ببعض الرمان نأكله. فأتاهم برمان فإذا به حامض، قال: اتنا بثاني، فكان كذلك حامضا، فبالثالث. فقال له: ألا يمكن أن تؤتينا برمان أفضل من هذا؟ قال: والله منذ كنت في هذا البستان ما ذقت حلوه من مره. هذه هي الأخلاق، هذه هي الاستقامة التي نريدها اليوم، أخلاق ما بيننا نحن العباد، ولكن كذلك حيال الخالق بالصدق وحسن الإقبال عليه. كيف هم أهل التصوف؟ كيف هو اتباعهم للكتاب والسنة؟ قد يخطئ الكثير من الناس اليوم في الحكم على أهل التصوف، هم أهل بدعة، هم أهل ضلال. نسمع هذا الكلام كثيرا اليوم، إما في الكتابات أو في الفضائيات أو من بعض المشايخ المتمعلمين، ولكن هذا ظلم في حق هؤلاء الناس. فلنسمع لهم ولنقرأ ما يكتبون ولننظر في أعمالهم ثم نصدر عليهم الحكم، لأننا لا نحكم بالإشاعة وبما سمعنا أو بما قيل لنا. رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرسل السرية، وكان صحابة رسول الله في عراك مع المشركين، فسقط سيف أحد المشركين وهم به الصحابي أن يقتله، فقال له: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فضرب عنقه هذا الصحابي وقال له: لقد قلتها لتتقي سيفي. فلما أخبر الحبيب صلى الله عليه وسلم بهذه الواقعة
وبخ هذا الصحابي وقال له لقد قتلته. قال يا رسول الله إنه كافر، ولم يقلها إلا ليتقي سيفي. فقال له هل لا شققت على قلبه؟ هل فتحت قلبه ورأيت فيه نفاقا أو كفرا؟ قالها بفمه فنصدقه ابتداء ثم نحكم من بعد على أفعاله هي التي ستصدق إيمانه وأقواله. يقول الإمام أبو القاسم الجنيد وهو إمام الطائفة كما يعرف: الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا على من اقتفى أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كلام صريح في الرجوع إلى الكتاب والسنة، فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أتانا بالقرآن وهو الذي أتانا بالسنة، وهو كما نسميهما الوحيين، لأن القرآن وحي والسنة كما قال سبحانه وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يقول أيضا الإمام أبو القاسم الجنيد: من لم يحفظ القرآن ويكتب الحديث لا يقتدى به في هذا الأمر، أي في علم التصوف، لأن علمنا مقيد بالكتاب والسنة. سيدنا سهل بن عبد الله وهو كذلك من كبار الصوفية قال رضي الله عنه: كل فعل يفعله العبد بغير اقتداء، أي اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم أي المعصوم، فهو عيش النفس أي من هوى النفس ولا يقبله الله تعالى. ابن عطاء الله السكندري، وما أدراك ما ابن عطاء الله السكندري، تلميذ لأبو العباس المرسي، وهو الذي تلميذ لأبو الحسن الشاذلي صاحب الحكم وصاحب لطائف المنن، يقول: من ألزم نفسه آداب السنة نور الله قلبه بنور المعرفة، ولا مقام أشرف من مقام متابعة الحبيب صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأخلاقه. أبو حمزة البغدادي يقول: لا دليل على الطريق إلى الله إلا متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحواله وأقواله وأفعاله. أبو القاسم النصرباذي رضي الله عنه عالم خراسان يقول: أصل التصوف ملازمة طريق الحبيب صلى الله عليه وسلم. سيدي محب الدين بن العربي الشيخ الأكبر رضي الله عنه أرضاه يقول: لا يرتجى وصول من لم يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. أبو يزيد البسطامي يقول: لو نظرتم إلى رجل أعطي من الكرامة حتى طار في السماء فلا تصدقوه حتى تنظروا إلى أفعاله، هل هي مقيدة بالكتاب والسنة أم لا؟ فإن كانت فنعم، وإلا فهي استدراج من الشيطان. حجة الإسلام أبو حامد الغزالي رضي الله عنه وأرضاه يقول عن الصوفي: إن سالك سبيل الله قليل والمدعي فيه كثير، ونحن نعرفك علاماتين له: الأولى أن تكون جميع أفعاله موزونة بميزان الشرع، موقوفة على توقيفاته إيرادا وإصدارا، إقداما وإحجاما، إذ لا يمكن سلوك هذا السبيل إلا بعد التلبس بمكارم الشريعة كلها. والثانية: لا يصل فيه إلا من واظب على جملة من النوافل، فكيف يصل إليه من أهمل الفرائض؟ الإمام تستوري رضي الله عنه أرضاه قال: أصول طريقتنا أي منهج السادة الصوفية سبعة أشياء: التمسك بالكتاب، والاقتداء بالسنة، وأكل الحلال، وكف الأذى، وتجنب المعاصي، ولزوم التوبة، وأداء الحقوق. أرجع دائما إلى مرجعي وهو مولاي عبد الله الشريف، يقول في أصول الطريقة الوزانية: بنيت طريقتنا على خمسة أشياء: تقوى الله في السر والعلانية، اتباع السنة في الأقوال والأفعال، الإعراض عن الخلق
في الإقبال والإذبار، الرضا عن الله في القليل والكثير، والرجوع إلى الله في السراء والضراء. إذا تدبرنا هذه الأمور نجد أن أصحاب هذا الشأن كلهم على الطريق الصحيح، مقتبسين أشياءهم مبادئهم أصولهم من الكتاب والسنة. يقول أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه وأرضاه: إذا تعارض كشفك مع الكتاب والسنة فتمسك بالكتاب والسنة ودع الكشف، وقل لنفسك إن الله تعالى ضمن للعصمة في الكتاب والسنة ولم يضمنها لي في الكشف ولا الإلهام ولا المشاهدة إلا بعد عرضها على الكتاب والسنة. ويقول أيضا: الحصون من الشر أربعة: أن تربط قلبك بالله، وتترك ما سوى الله، وأن لا تنظر بعينيك لما حرم الله، وأن لا تنقل قدميك إلا حيث ترجو ثواب الله رضي الله عنه وأرضاه. ويقول أيضا: عماء البصيرة في ثلاثة أشياء: إرسال الجوارح في معصية الله، والتصنع بطاعة الله، والطمع في خلق الله. يقول أيضا رضي الله عنه وأرضاه: الصوفي فيه أربعة أوصاف: التخلق بأخلاق الله، والمجاورة لأوامر الله، وترك الانتصار للنفس حياء من الله، وملازمة البساط بصدق البقاء مع الله. يقول سيدي محمد الحراق رضي الله عنه وأرضاه في تائيته: ومكن بكف الشرع أمرك كله، ودونك إن لم تفعلي الباب سدتي. كل شيء مقيد بالكتاب والسنة، وإلا فهو من حظ النفس والهوى والشيطان. ولخص أحد العارفين قال رضي الله عنه وأرضاه: رأس الكرامة حسن الاستقامة، رضي الله عنهم جميعا. السؤال الثالث، وهو حول هؤلاء الناس أرباب التصوف أصحاب هذا الطريق، هل أناس يجتمعون على الذكر والسماع والرقص، منعكفون على أنفسهم، منغلقون في زواياهم، مكتفون بمريديهم، أم هم أناس لهم مشاركة في العلوم الشرعية ينفعون بها الخلق أجمعين؟ فلننظر إليهم وننظر إلى ما أنجزوه وإلى ما خلفوه. في علم الحديث إذا استقرأنا تاريخ علم الحديث من القرون المباركة إلى اليوم نجد أن معظم علماء الحديث كانوا صوفية، إلا القليل النادر، وكما يقول أصول النادر لا حكم له. نذكر منهم البعض على سبيل المثال لا الحصر: الإمام أبو نعيم الإصفهاني صاحب حلية الأولياء، كان من كبار علماء الحديث. الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن السلمي، الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي صاحب المختارة، الإمام الحافظ ابن حجر المكي صاحب الفتاوى الحديثية، الإمام حافظ بن الصلاح صاحب مقدمة بن الصلاح، الإمام جلال الدين السيوطي، وما أدراك الإمام جلال الدين السيوطي، صاحب الجامع الكبير، له أكثر من 1000 مؤلف ما بين حديث وفقه وسيرة وتصوف. الحافظ المناوي صاحب كتاب فيض القدير، سيدي عبد الحي الكتاني رحمه الله صاحب فهرس الفهارس، سيدي محمد بن جعفر، سيدي أحمد بن الصديق دفين مصر ولكن هو من طنجة أبناء بن الصديق، كلهم كانوا علماء حديث، وقص على هذا كثير جدا. في علم التفسير
كثير جدا من علماء الصوفية لهم تفاسير، أذكر منها البعض. الإمام القشيري صاحب رسالة القشيرية له كتاب جميل اسمه لطائف الإشارات. سيدي أحمد بن عجيبة رضي الله عنه أرضاه المغربي له كتاب جميل اسمه البحر المديد في شرح القرآن المجيد، طبع في أكثر من 7 مجلدات. الإمام ابن العربي صاحب تفسير القرآن، يعني أتكلم عن سيدي محي الدين ابن عربي، له تفسير للقرآن في أكثر من 70 مجلد. الإمام الألوسي صاحب روح المعاني، الإمام البيضاوي صاحب أنوار التنزيل، الإمام البوقاعي صاحب ندم الدرر، ابن برجان صاحب الإرشاد، الإمام إسماعيل حقي صاحب روح البيان، الإمام بن عطية صاحب المحرر الوجيز، الإمام طاهر بن عاشور هذا قريب صاحب التحرير والتنوير. هذا غيض من فيض، والمقام لا يتسع لحصر لأن العدد كثير جدا. في الفقه والأصول، أولا لنا الأئمة الأربع أصحاب المذاهب الأربع، الإمام أبو حنيفة النعمان رضي الله عنه وأرضاه توفى سنة 150 للهجرة، الإمام مالك بن أنس 179 للهجرة، الإمام محمد بن إدريس الشافعي 204 للهجرة، الإمام أحمد بن حنبل 241، هذو كلهم في القرون الثلاثة المباركة التي قال فيها المصطفى صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. الإمام سفيان بن عيينة، الفضيل بن عياض، ابن رشد الجد، الإمام تقي الدين السبكي، الإمام أبو حامد الغزالي، الإمام الجويني، الإمام ابن عبد البر، القاضي عياض دفن مراكش، واللائحة طويلة لعلماء الصوفية الذين اهتموا بالعلوم الشرعية وكانت لهم مشاركات قوية ومفيدة جدا، ولا زالت آثارهم إلى اليوم تدرس بتمعين. وشهادات من السلف، السلف الصالح كيف تكلم عن الصوفية وعن طريق الصوفية. أولا الإمام أبو حنيفة وكان صوفي، ولنا حتى سنده، يقول الفقيه الحنفي الحسكفي صاحب الدر أن أبا علي الدقاق رضي الله عنه قال أنا أخذت هذه الطريقة عن أبي القاسم النصربادي، وقال الإمام أبو القاسم أنا أخذتها من الإمام الشبلي، وهو أخذها من الإمام السري السقطي، وهو من معروف القرخي، وهو من داود الطائي، وداود الطائي أخذ الطريقة عن أبو حنيفة النعمان رضي الله عنه. الإمام مالك بن أنس يقول من تفقه ولم يتصوف فقد تفسق، ومن تصوف ولم يتفقه فقد تزندق، ومن جمع بينهما فقد تحقق. الإمام الشافعي رضي الله عنه يقول صحبت الصوفية فاستفدت منهم 3 أشياء أو 3 كلمات. قولهم الوقت سيف إن لم تقطعه قطعك، وقولهم نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل، وقولهم العدم عصمة. ويقول أيضا حبب إلي من دنياكم 3: ترك التكلف، وعشرة الخلق بالتلطف، والاقتداء بطريق أهل التصوف. الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه أرضاه كان الإمام أولا منكرا على طريق التصوف قبل مصاحبته للصوفية، ويقول لولده عبد الله رحمه الله يا ولدي عليك بالحديث وإياك ومجالسة هؤلاء الذين سموا أنفسهم صوفية، فإنهم ربما كان أحدهم جاهلا بأحكام دينه، يا ولدي عليك بمجالسة هذا القوم. أي لما لأنه هو الإمام أحمد بن حنبل صاحب الإمام البغدادي أبو حمزة البغدادي رضي الله عنه وأرضاه، وتغيرت أحواله وتغير رأيه في أهل التصوف، فغير نصيحته لولده وقال له يا عبد الله عليك بمجالسة هؤلاء القوم، فإنهم زادوا علينا بكثرة العلم والمراقبة
والخشية والزهد وعلو الهمة. وكان الإمام أحمد رضي الله عنه وأرضاه مع جلالة قدره إذا توقف في مسألة فقهية يقول لشيخه أبي حمزة البغدادي: ما قولك في هذه المسألة يا صوفي؟ فمهما قال له يعتمده. الإمام تاج الدين السبكي رحمه الله تعالى يقول في كتابه معيد النعم ومبيد النقد تحت عنوان الصوفية: حياهم الله وبياهم، وجمعنا في الجنة نحن وإياهم، وقد تشعبت الأقوال فيهم تشعبا ناشئا عن الجهل بحقيقتهم لكثرة المتلبسين بها، إلى أن قال: وإنهم المعرضون عن الدنيا المشتغلون في أغلب الأوقات بالعبادة. ثم تحدث عن تعاريف التصوف إلى أن قال: والحاصل أنهم أهل الله وخاصته الذين ترتجى الرحمة بذكرهم ويستنزل الغيث بدعائهم، فرضي الله عنهم وعنا أجمعين. الإمام فخر الدين الرازي قال قولا جميلا في أهل التصوف، وهو المفسر الشهير، يقول في كتابه اعتقادات فرق المسلمين والمشركين في الباب الثامن في أحوال الصوفية: اعلم أن أكثر من حصر فرق الأمة لم يذكر الصوفية، وذلك خطأ، لأن حاصل قول الصوفية أن الطريق إلى معرفة الله تعالى هو التصفية والتجرد من العلائق البدنية، وهذا طريق حسن. ويقول أيضا: والمتصوفة قوم يشتغلون بالفكر وتجرد النفس عن العلائق الجسمانية، ويجتهدون أن لا يخلو سرهم وبالهم عن ذكر الله تعالى في سائر تصرفاتهم وأعمالهم، وأعمالهم منطبعة على كمال الأدب مع الله عز وجل. الإمام الشاطبي كذلك له قول جليل، وكثير من الناس يقولون أن الإمام الشاطبي سلفي متعصب معارض لأهل التصوف، ولكن كلامه جميل. يقول: إن كثيرا من الجهال يعتقدون في الصوفية أنهم متساهلون في الاتباع والالتزام ما لم يأتي في الشرع، التزامهم مما يقولون به ويعملون عليه، وحاشاهم من ذلك أن يعتقدوه ويقولوا به. ابن خلدون رحمه الله تعالى يقول في كلامه عن التصوف: هذا العلم من العلوم الشرعية الحادثة في الملة، وأصله أن طريقة هؤلاء القوم لم تزل عند سلف الأمة وكبارها من الصحابة والتابعين ومن بعدهم طريقة الحق والهداية، وأصلها العكوف على العبادة والانقطاع إلى الله تعالى والإعراض عن زخارف الدنيا وزينتها والزهد فيما يقبل عليه الجمهور من لذة ومال وجاه، والانفراد عن الخلق في الخلوة للعبادة، وكان ذلك عاما في الصحابة والسلف. فلما فشي الإقبال على الدنيا في القرن الثاني وما بعده، جنح الناس إلى مخالطة الدنيا، واختص المقبلون على العبادة باسم الصوفية. الإمام أبو حامد الغزالي رضي الله عنه وأرضاه يقول في كتابه المنقذ من الضلال بعد أن فرغ من علوم الشريعة بكتاب الأربعين وعلوم الفلسفة القديم ومقاصد الفلاسفة وتهافت الفلاسفة، يقول واصفا التصوف والصوفية: ثم إني لما فرغت من هذه العلوم أقبلت بهمتي على طريق الصوفية، وعلمت أن طريقهم إنما يتم بعلم وعمل، وكان حاصل علمهم قطع عقبات النفس والتنزه عن أخلاقها المدمومة وصفاتها الخبيثة، حتى يتوصل بذلك إلى تخلية القلب من غير الله تعالى وتحليته بذكر الله. وكان حينئذ العلم أيسر علي من أغلى عمل، فابتدأت بتحصيل علمهم من مطالعة كتبهم مثل قوت القلوب لأبي طالب المكي،
وكتاب الحارث المحاسبي والمتفرقات المأثورة في كثير من كتبهم عن الجنيد والشبلي وأبي يزيد البسطامي وغيرهم من كلام مشايخهم، حتى اطلعت على كنه مقاصدهم العلمية، وحصلت على ما يمكن أن يحصل المرء من طريقتهم بالتعليم والسماع، فظهر لي أن أخص خصائصهم لا يمكن الوصول إليها بمجرد العلم، بل بالذوق والحال وتبدل الصفات، فعلمت يقينا أنهم أرباب، والقدر الذي أذكره لينتفع به هو أنني علمت أحوال لا أصحاب، وأن سيرتهم أحسن وطريقهم أصوب الطرق وأخلاقهم أزكى الأخلاق، بل لو جمع عقل العقلاء وحكمة الحكماء وعلم الواقفين على أسرار الشرع من العلماء ليغيروا شيئا من سيرهم وأخلاقهم ويبدلوه بما هو خير منه لم يجدوا إلى ذلك سبيلا، وإن جميع حركاتهم وسكناتهم في ظاهرهم وباطنهم مقتبسة من نور مشكاة النبوة، وليس وراء نور النبوة على وجه الأرض نور يستضاء به، فأيقنت أنهم الفرقة الناجية. وماذا يقول القائلون في طريقة أول شروطها تطهير القلب بالكلية عما سوى الله تعالى، وعمادها ومفتاحها الجار منها مجرى الإحرام في الصلاة استغراق القلب بالكلية بذكر الله، وآخرها الفناء بالكلية في الله. أكتفي بهذا القدر، وإلا فالأمثلة كثيرة، وأرجو الله سبحانه وتعالى أن يجعل في هذا القدر بركة، وأن ينفعنا من علوم هؤلاء الناس ومن أسرارهم حتى نتبوأ مقامهم ونصير على نهجهم إن شاء الله، إنه سميع قدير. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.